أخرج بكركب من جنوب أفريقيا وشاهون أبو الجزائر يعني الجزائر صاحبة دار الرائد ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية أجمع الخبراء وأجمع المشاركون في هذا الملتقى على تبني أولاً رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما تعلق بالشأن الإفريقي من خلال حل النزاعات الإفريقية وحل كل المشاكل الإفريقية من خلال الحلول الإفريقية وكذلك الدعوة إلى الاندماج الإفريقي والتواصل بين الدول الإفريقية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المؤتمرون أولاً أكدوا على مسألة في غاية الأهمية وهو دعمهم لكل القضايا العادلة في العالم وكل قضايا الشعوب المضطهدة بما في ذلك دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفي حقه في استعادة أرضه، بالإضافة إلى دعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير القابل للتصرف والتقادم. بالإضافة إلى هذا كانت هناك عدة توصيات تتعلق بتمتين وتعزيز أواصر الصداقة بين الدول الإفريقية، منها فتح مركز أو أقول فتح قسم للدراسات الإفريقية على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، بالإضافة إلى تحويل هذا الملتقى إلى منتدى إفريقي يعقد في كل سنة في دولة من الدول الإفريقية. المخرجات لم تخرج خارج إطار ما قيل في هذه القاعة، ودائما قضية التحرر، قضية الوحدة الإفريقية تكون هم كل أهل التحرر. الناس التي تبحث عن الانعتاق عن التحرر هي راية السلام في نفس الوقت الإنسانية، فهذا يدخل في إطار هذا التعاون والذي معاله الوحدة الإفريقية.